المجلس العسكري، المجلس العسكري والدكتور عصام شرف والقيادات الموجوده اللي هي بنقول عليها حكومه انتقاليه، يخلوا بالهم النهارده من حاجه مهمه جدا، يحطوا ايديهم على الاعلام. الاعلام النهارده بقى اخطر من الفتنه، لان هو اللي بيزرع الفتنه. الاعلام اذا كان برامج التكشو اللي هي الاخباريه او البرامج الرياضيه بالذات، لان هي بتخاطب الشباب، واغلبيه الشباب اللي كانت موجوده في ميدان التحرير 25 هو الشباب اساسا اللي بيروحوا لاستاد القاهره اغلبيتهم، واخد بالك؟ حتى اخوان، حتى شباب الاخوان، شباب الاخوان كمان برضه بيشجعوا كوره. النهارده في بقى حقيبه، حقيبه النظام السابق كان موزعها، موزع على كل جهه حقيبه. اللي ماسك الحقيبه الرياضيه النهارده الكابتن ابراهيم حسن. بص حرام عليا اقول عليه كابتن، ان هو مش كابتن، لا اخلاق اخلاق كابتن ولا اخلاق اخلاق رياضي. الراجل ده اساسا بيشتغل علني كده قدام مصري، بيشتغل واحد يغير من نفسه، بيشتغل علني كده قدام المجلس العسكري بكل بجاحه، كل متلف ومدخلات شتيمه وتعريض على الجمهور على بعضه، وبعدين عايز يعمل فتنه عشان ايه؟ يبقى في فرصه للي في السجن يهربوا، ومش بعيد يكون هو هرب من موقعة الجلابية بتاعه الماتش بتاع الافريقي ده، هرب بعجوبه، قتل القتيل وايه ومشي بجنازته، نزل قاعد يحامي اللعيبه بتاعت الافريقي. النهارده بيلعب لعبه كل يوم مدخلات مستفزه، التلفزيونات حتى البرامج التكشوك السياسيه برضه كلهم قدامي لقاءات بيشدوا الناس، وعايزين احنا بقى نشتغل ونشوف حالنا، عايزين الثوره تنجح. الثوره الثوره نجحت ومش هتقع تاني، بس عايزينها تتمم نجاحها، تقضي بقى على الفاسدين. الفاسدين موجودين في المجلس، المحليات بالنادي عايز يشال مش عايز يشال، المحافظين بالنادي انتخابات محافظين مش عايزها، لكن نهدى شويه على الناس ونهدى شويه نشوفهم يشتغلوا، وهو بعد الانتخابات وبعد ما تيجي حكومه ورئيس جديد البلد هتبقى احلى من كده، مستقبل كويس. احنا مش خايفين من المستقبل، بس عايزين نقف على رجلينا، عايزين نقف على رجلينا. اول حاجه نقضي على الاعلام، نقضي على الاعلام، الاعلام هو السبب، الاعلام سياح، الاعلام فتنه، فتنه فظيعه، فتنه فظيعه متقسمه، متقسمه. النهارده اي واحد يطلع ياخد حق، تبص تحصل اي حاجه في البلد، يبقى الزيول، الزيول بتاعت النظام موجوده وبتلعب لسه ما ماتتش. يعني النهارده اي واحد بيقع لما تيجي تذبح ذبيحه ما بتفرفرش مره واحده، بتفضل تفرفر، ما تقعش مره واحده بتفرفر، بتقعد تفرفر. الديون موجوده برضه، شكرا شكرا.